ايضا مدى الفقر ديال الاشعال ديال الجهه على شتى المجالات، يعني المجالات التنمويه بشكل عام، الاشعاع في مجالات اخرى خاصه الدبلوماسيه الموازيه في شقها متعلق بالدفاع على القضيه الوطنيه، وحنا راه المولدون هي بوابه جهه الصحراء، وهنا مثلا بينها وبين تندف غير 8 كيلومتر، ولكن مع الاسف الشديد غياب كلي للمجلس في دفاع عن القضيه الوطنيه، شأنها شأن باقي المؤسسات اللي كاينين في هذه الجهه مع الاسف الشديد، والطبيعه لا تقبل الفراغ، الطبيعه لا تقبل الفراغ، حنا ملي ما تنقوموش بالدور ديالنا بطبيعه الحال تيكون هناك مجال لبعض الاصوات اللي مع الاسف تضر يعني بعض الاصوات اللي تجينا من الهكانيين كما وصفهم يعني حد يعني النشطاء، فهادشي صراحه يحزهم بالنفس. تنشوفوا بعض الجهات مع العكس، بعض الجهات يعني انشطه يوميه الى درجه انه نتساءل واش هما مجالس جهويه ولا يعني المجالس ديال البلديه ولا ديال الجامعات، انشطه يوميه يعني الاستقبالات التدشينات الى غير ذلك من الامور اللي تدعو للفخر. مع العكس هنا تنشوفوا منين تمشي الدوره السيده الرئيسه تمشي الطياره تمشي الطريق في نفس النهار، يعني ما كانش لا يعني لا حضور. على كل حال هادشي يعني كتحملوا السيد المستشار نبقاو عافاك في نفس الموضوع، لانه نبقاو في موضوع ديال الباب الاول اللي هو متعلق بالاداره العامه. السيده الرئيسه الماده، نذكر بان الماده 24 من النظام الداخلي اللي تتقول انه الرئيسه في بدايه الاشهر تعطي واحد التقرير اخباري على الانشطه ديالها. في ظرف نص ساعه ديال المقالة لقيتوا علينا واحد الخطاب 90% فيه السياسه، عاد 10% تتقولها شنو درنا. انا ما دخلت ما قطعت، خليت ديري يعني عجب. وكذلك رجاء وانا تعمدت نقول لك قبيله خلي المناخ صحي يكون، انا راه اليوم جاي هنا شنو نقول لك، راه الحاله ديالنا فيها ما يتشاف لانه ما وقع اليوم غير قبل، فخلينا عفاك يعني خلي المداخلات وخلي المورال تكون متفقين، خلي المورال بالتالي وخلينا حتى الافكار ما تشوشوش علينا في الافكار. ف المداخلة ديالي تتكلم على الإشعاع ديال الجهة وعلى الدور ديال الجهة، وهذا الشيء كان مرتبط بالميزانية، راه ما كاينش شي عمل ديال الجهة بمعزل عن الميزانية. فأقول أن 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 الدور ديال الجهة في هذه السنة غير يعني مع الأسف الشديد يحتاج إلى تغيير جذري بنسبة ديال 180 درجة، وهذا الشيء راه هادشي كيشوف خصكم يعني يطرحوا ملاحظاتكم او عارضه خصكم تشتهروا، راه ما يمكنش انا ندير جالسين ونصوتوا ونزيدوا، ولكن راه غنمشي هاد الجهه ديال الهويه. فالمجالس اللي فيها الحكمه حكينا فيها معارضه ما فيهاش معارضه تدخلت معارضه باش تعطي الراي الثاني. على كل حال اقول فيما يخص هاد يعني الميزانيه ديال هاد السنه هذه، فاش نقول لك مرة أخرى كنت أتمنى صراحة اليوم ديال ليديا بجوج هكا ونقول لك برافو عليك، راه هادشي مزيان وخير ومشعر بالفخر، لكن مع الأسف الشديد ومرة أخرى رغم أننا قمنا بتحضير القوم السنة الماضية، مرة أخرى ينفرد يعني المجلس بتحضير الرقم القياسي في مصاريف وفي يعني في امور لم يسبق اي مجلس على الصعيد الوطني في اتخاذها. ارقام فلكيه، هذه الارقام الفلكيه اش تعني؟ اش تعني؟ باننا تنوفر واحد الارضيه ديال الفساد، وانا لا اتهم اي احد، ولكن منين تنوفر الارضيه ديال الفساد بصيغه او باخرى من اللي نشجعهم اليوم الدوليه ديال الحكومه كانت واضحه، ودائما الدوليات ديال وزاره الداخليه كانوا واضحين، والوضعيه الاقتصاديه ديال البلاد واضحه، الغلاء اليوم الذي كيشحط جيوب المواطنين واضحين،
سيد المستشار انا وجهت لي 5 دقائق اللي كنت عليها هذا الدخل. سيد الرئيس لو كان الداخلي مره واش بغيتي الجلسه تمشي مزيان؟ واش بغيتي الجلسه تمشي مزيان؟ اسلوب المرونه هو اللي صار. رقمي هزينا يدينا بالاجماع وهي اشاره حتى الطور. راك شوف صورنا معكم بالاجماع. واش تجي مع الربعه وتقول لي 5 دقائق؟ تجي مع الربعه وتقول لي 5 دقائق سيد الرئيس؟ ولا خليني نقاسم مزيان. تجي مع 10 القانون الداخلي ب 5 دقائق. ما تجاوبش. ما تجاوبش سيد الرئيس. اسي حلال اسي حلال ما تجاوبش علينا. ما تجاوبش 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 انت اللي بغيت توصل معايا وانت شوف ما عندكش الحق ما عندكش الحق والله ما عندكش الحق كان جبتك وقت كان جبتك وجبنا لك ما عندكش الحق شوف منين جبتك وحدة النظام وحدة النظام قلب هذا الاخ الاخ نايب السيد وحدة النظام قلب هذا الاخ نايب السيد وحدة النظام وتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكروا السيده الرئيسه والسيد المحترم سيد عمر الصالحي واعضاء مجلس الاداره. بالنسبه للنظام الداخلي راه واضح وما كاينش هنايا وفي هذا المجلس الرئيسه هي تتسير المجلس والمجلس هو سيد المجلس وبالتالي كاين بوس ولكن بوس سياسي وكاين الافلاس السياسي وراه كاين الانسان اللي كيجي شاد واحد النظافه سوداويه عنده والمنطقه ديال اليوم راه ما محتاجاش هاد المجادلات وهاد الخبرات والعلاقات الفنيه راه حشروها المنطقه ديالنا في هاد المنطقه في العالم والله من الوالدين حنا جايين نخدموا اللي عنده شي صراع سياسي مش هادي بلاصتو بلاصتو راه سياسه راه كاين الانسان ديال المتنبي من يقول ذات المماردين كيجي يقول هو بالماء السلاله اللي مريض راه اللي قليل يشوف البلاصه السوداويه ويشوف هذيك كاس الخاوي يشوف اليوم خرجوا القانون الداخلي وحتى شي واحد باش يوصي على هذا السمو باش يجينا شي واحد يقول لنا لا خلي هذا الشيء يطلع حتى تدخل شي كاس النظام الداخلي قد يوصل لي هذا السوداويه واحد من المنطقه اللي كنا نحتاروا الدستور ديالنا كنبقى نفس الانظمه ديال المنظمه ديال الجامعه التراثيه وبالتالي ما عندك عندك الرفاق اللي تخدم فيها وكنتظر في الوظيفه. شكرا اخ نهيم. نمر إذا ما كانت تم تغطية الباب الأول لكن من شخص لكن من شخص فات 5 دقائق السي مدراء داخلي فات 5 دقائق لكن تجاوزت 5 دقائق ولست لوحدك في هذا الوقت. إذا نمر إلى التصويت إذا ما كانت تم تغطية الآخر في الباب الأول متعلق بالإدارة العامة واللي فيه مصاريف مقترحة السيد الرئيس السيد نايب مقترح شكرا السيد الرئيس نعم نتمنى لهذه التوفيق لاشغال المجلس ان شاء الله ونامل ان نجاوب كل هذه الخلافات السيده الرئيسه ونمشوا الامام بهذه الجهه ديالنا لان في الحقيقه الساكنه تنتظر منا الكثير والكثير. اشكرك على انه كاين التغيير في الملتمس ديال عدد الاضافه ديال الهدايا والجوائز وهذا الشيء كنحبوه في تقليص النفقات خاصه ديال المجال ديال التسيير الباب 10 لانه خصنا على الاقل نقلوا هذا النوع من النفقات وكذلك ما فيها باس السيده الرئيسه حتى الزياده في اعتمادات الخصم المتعلق بمصاريف الاقامه والاطعام والاستقبال لكن باش نزيدوا راه كاين واحد المليون ديال الدرهم كنظن على انهم السنه الفارطه درنا واحد المبالغ اللي هي مهمه لحد الساعه حنا ما عرفناش لانه لو كان عطيتونا شحال تصرف منها وشحال ما تصرف غادي نكونوا عارفين واش نزيدوا ولا ما نزيدوا. حنا دابا ملي قلتوا لينا نزيدوا يعني على اساس انه ما طرح في الميزانيه ديال 2022 غير كافي لمسايره الطيوف اللي كيجيو للجهه ديالنا وكذلك النقطه المتعلقه ديال اقامه المهرجانات كنظن على انه 10 مليون ديال الدرهم راه كثيره بزاف على هاد الاقاليم الربعه خصنا نشوفوا مهرجانات هي متميزه داخل الاقاليم الربعه وندعموها بواحد الشكل كافي ونحط 10 مليون ديال الدرهم كنظن على انها والنقطة المتعلقة كذلك بالنقل الوظيفي هذا في الباب الآخر ديالنا هو اجتماعي باش ما نعاودو
كرر المداخله ديال الطاقم المدرسي. انا كنت عجب ديالهم بعض الاحيان كنسمع المتدخلين ديال القطاع بالاضافه مع المجالس الاقليميه ما كيذكروش هذا النقص كامل اللي كاين. واليوم كنقولوا على انهم خصوا بعض المليار ديال السنتيم، يعني حنا في تناقض مع القطاع الوسطي. مره كنقولوا على انه كاين تغطيه ديال هاد الجماعات في مجال النقل ديال النقل المدرسي، بل اكثر من ذلك اليوم اللي هو مليح فيه اشكال هو النقل ديال الطلبه في الجامعه ديال الكلمي، وحتى الا تم فتح الكليه في الجامعه ديال الكلمي عفوا، وحتى الا تم فتح الكليه في الكلمي باغي يكون مشكل اكثر واكثر. هذا هو اللي غادي نقلوا، ما عندناش مجال ديال التدخل فيه. ما كنقول على انه النقل المدرسي، لا كنشوف الساده المديرين والسيد المدير الاكاديمي ما كاينش هذا النوع من الخصم على مستوى الاقاليم. شكرا السي نبيل. سيد الرئيس شكرا السيد النائب المحترم. السيد شكرا السيد الرئيس المحترم، السيد الوالي، الساده العمال المحترمين، الساده اعضاء وعضوات المجلس، الساده رؤساء المصالح، الساده رجال الصحافه والاعلام. السيد الرئيس كنا كنتمنوا ان تعطينا القصيده ديال الميزانيه الفائته ديال 2022، يعني اشنو اللي درنا في 2022؟ المشاريع اللي حطينا على ارض الواقع، يعني حنا دابا كنشوفوا لان كندوزو غير الميزانيه كنشوفوا بان غير كنقولوا في الميزانيه ديال التسيير وصل، ماشي حاجه اللي محطوطه في ارض الواقع ما هي كاين. انا لحد الان كنشوف ما بين مشاريع، المشاريع اللي كتحاري الساكنه لحد الان ما تنزلاتش، وكنشوف هاد الميزانيه ديال التسيير يعني وفرت فيها اكثر من القياس. نظرك هاد المشاريع اللي كانت على الله وكانت تنفيذ المشاريع، يعني ولات كتنفذ المشاريع، علاش حنا ولات عندنا الميزانيه ديال التسيير فيها 8 مليار؟ اش بغينا نديرو بهاد 8 مليار؟ هاد الجهه ديالنا ولات معروفه غير بالفضايح. اي جهه عندنا الميزانيه ديال الجهات ديال المغرب كامل، كنشوفوا الميزانيات مقارنه مع الميزانيه ديال الجهه صراحه الناس كيضحكوا فينا. ما كاينش ارتيك لهنا من كوفليو، اش بغينا نسمعوا؟ حنا جهه صغيره اللي كنشوفوا مقارنه مع بين الله لمراكش وطنجه اللي فيها الملايين ديال النسمات والعدد ديال الاعضاء اللي كتلقى 60 عضو الفوق. حنا عندنا 39 عضو وهاد الميزانيه كامله، اش بغينا نديروا بهاد الميزانيه؟ هذا راه علم. فين كتشوفي في الاطعام 750 مليون، فين كتشوفي في التنقلات ما عرفتش 300 ولا 400، كنشوفوا التكوين ديال المنتخبين، حنا التكوين ديال المنتخبين الميزانيه الفائته درنا لهم 3 مليون ديال الدرهم، حتى واحد ما تكون، خمسه الناس اللي جاو تقريبا ولا سته الناس، علاش نزيدوا 300 مليون اخرى؟ مع العلم اننا درنا اتفاقيه شراكه مع جهه مراكش على اساس باش نمشيو نتكونوا في مراكش عند دار المنتخب، علاش غادي نزيدوا حنا نديروا